نشرة أخبار النقابة، نشرة إخبارية عن شؤون نقابة المحامين في مصر، تتابعونها عبر الموقع الرسمي لنقابة المحامين. النقيب العام رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور يدين الإجراءات الأمريكية الأخيرة بشأن الجولان السوري المحتل، ويصف ما أقدم عليه الرئيس الأمريكي بأنه بلطجة مستفزة، قائلا إن الجولان السوري أرض محتلة لن نفرط فيها، ومجددا رفض التطبيع مع الاحتلال الصهيوني. كلام يدمي القلوب ويجرح العقول وأيضا ينال من كرامتنا، لأنه ده استخفاف حتى لو كل حكام العرب قبلوه. إحنا كمحامين يمكن نقبله؟ لا يمكن نقبله. أي حد، أي حكومة تقبل تعاهد إسرائيل وتصالح إسرائيل وتصادق إسرائيل وتسامح إسرائيل وتتنازل عن فلسطين، إحنا مش ملتزمين. إحنا المحامين مؤمنين إن فلسطين، كل فلسطين هي فلسطين العربية، من النهر للبحر، من سوريا لسيناء. تحت شعار المحاماة وحماية قضايا الأمة تحقيقاً للعدالة، اتحاد المحامين العرب ينهي مؤتمره 24 بتونس برعاية وحضور سامح عاشور رئيس الاتحاد وبمشاركة أعضاء المكتب الدائم من جميع الأقطار العربية. واستقبال حافل من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لوفد اتحاد المحامين العرب برئاسة سامح عاشور رئيس الاتحاد نقيب محامي مصر، وذلك بقصر الرئاسة في جمهورية تونس الشقيقة. وفي كلمته أمام المؤتمر، رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور يقول: غياب الوعي بأهمية التكامل الاقتصادي العربي والاستسلام لمخططات العدو هي أبرز المحن التي نعانيها. محن التخلي عن إدراك الوعي بأهمية التحالف الاقتصادي والتكامل الاقتصادي العربي، فينسى العرب أنهم يملكون مليارات الدولارات، حصيلة موارد كبيرة، ويتمتعون بأكبر المواقع التي يمكن أن تكون مزارات سياحية وصناعية وتجارية وما ذلك. لا نودع أموالنا كعرب إلا في البنوك الأمريكية وفي البنوك الأوروبية، ولا ندعم كعرب إلا الولايات المتحدة الأمريكية. تريليون دولار دخل في الخزانة الأمريكية في عام من العرب، وكان يكفي لهذا الرقم نصفه لسداد كل ديون الأمة العربية. في حوار مع التلفزيون التونسي، رئيس اتحاد المحامين العرب يؤكد أن الاتحاد حافظ على الحد الأدنى من التضامن العربي في ظل ظروف صعبة مرت بها الأمة العربية. دلالة أنه تيجي طيارة سورية عشان تهبط في تونس في ظل المناخ الخلافي اللي كان حوالين قضية الجزاء السورية في تونس، ده دلالة أنه إحنا مصرين على توصيل رسالتنا بشكل عملي. الحكاية دي اتكررت قبل كده في بين مصر وسوريا، كان في علاقات مقطوعة بين مصر وسوريا. المحامين العرب في دمشق طلبوا من الرئيس حافظ الأسد في ذلك الوقت رحمة الله عليه انه تهبط طائرة سورية في المطار المصري واحنا هنركبها كمحامين مصري، ووافقت السلطات السورية، ركبنا طائرة سورية او ركب المحامين العرب طائرة سورية وهبطت في مطار القاهرة. لأول مرة كسرت حاجز القطيعة والعلاقات المقطوعة. دي القيمة اللي احنا حريصين على ان احنا نستدعيها ونؤكدها في كل مرحلة من المراحل. لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين تعقد اجتماعا تمهيديا لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة من الناحية القانونية والدستورية. لما بدأنا النهاردة نتكلم على التعديلات الدستورية، بعض يقول لك لازم نخد المحامين طلع بيان. مش هطلع بيان، انما هكلف النقابات
المختلفة انها تشكل لجان استماع. انا مش ملزم اقول انا برفض ومش ملزم اقول انا معه، انما انا هقول اللي انتوا عايزينه. هنعمل لكم لجان استماع في كل مكان في مصر علشان تناقشوا بحرية. اللي معاها كلها، اللي ضدها كلها، اللي مع بعضها وضد بعضها يقول. احنا ما عندناش حاجة نخاف منها ومحدش خوفنا. احنا هنقول رأينا بحرية وبمصداقية، مش هنتراجع لان احنا فاهمين كويس مواضع اقدامنا، وفاهمين ايضا اهمية المعركة الانية اللي احنا فيها، معارك المعركة الارهابية اللي احنا، الحالة الارهابية اللي احنا فيها. احنا مصر بتتعرض لاكبر ضغوطات ارهابية موجودة في اي دولة في المنطقة. معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد 3 محاضرات لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات القاهرة الكبرى. لجنة التدريب والبحوث بالنقابة العامة تعلن عن قرب تنفيذ البرنامج التدريبي محام وكيل مستثمر في النقابات الفرعية. مجلس الدولة يعتمد العمل بالدمغة الإلكترونية الجديدة في مقراته بجميع أنحاء الجمهورية. في حفل تكريم شمال الجيزة، عاشور يقول 15 يناير كان يوما مشهودا وتاريخا يضاف لتاريخ المهنة المشرف. أنا شفت وجوه أصلا ما بتروحش رحلات، ما بتروحش مؤتمرات، ما بتشاركش في أي مناسبة عامة، لكن في ناس جت في يوم 15 يناير علشان تدافع عن نفسها، علشان تدافع عن نقابة المحامين. أنا شفت ده في عيونهم، وشفت ده في قلوبهم، وشفت ده في أدمغتهم. دي القيمة اللي تخلينا نقول إن إحنا على الطريق الصحيح. هي دي المحاماة وهم دول المحامين اللي إحنا مستهدفينهم، واللي إحنا كنقابيين لآخر لحظة في حياتنا المهنية، في حياتنا النقابية، هنفديهم من أجل أن نحقق صوالحهم ومن أجل أن نحقق قيمة المحاماة. انعقاد المؤتمر الأول لشباب المحامين بالمنوفية تحت عنوان مستقبل نقابة المحامين أجيال تتواصل، بإشراف خالد راشد نقيب المنوفية وبحضور ورعاية النقيب العام. وعاشور يكرم 95 من شيوخ المهنة. المحاماة في حال الدفاع شرعي مستمر من أجل أن نحافظ على أبنائنا المحامين ومستقبلهم القادم، علشان ولادنا اللي جايين دول. يمكن اللي احنا بنعمله من مميزات النهاردة يمكن احنا ما نلحقش نستفيد منها، لكن بالقطع المشروعات القادمة اللي موجودة وتعدها نقابة المحامين المستفيد الأول فيها كل الأجيال اللي جاية دي، عشان نسلمها شيء يستحق تقدير ويستحق الاهتمام، علشان يدوا أكتر للوطن. لأن المحاماة مش وقف على أدائنا المهني، المحاماة جزء، أنت جزء هام في المجتمع، أنت جزء متحرك في المجتمع، صاحب رؤية، صحيح مش رؤية حزبية، صاحب رؤية قومية في العمل. وفي الشرقية النقيب العام يفتتح معهد المحاماة ويكرم شيوخ المهنة في احتفالية يوم الأجيال، ويقول إن الاحتياطية النقدية للنقابة تجاوز 600 مليون جنيه، وأتوقع وصوله لمليار جنيه بنهاية العام الحالي. احنا مستهدفين السنة دي بإذن الله ان احنا نقفل مليار احتياطي مالي ونقدي لنقابة المحامين. مستهدفينه بالترشيد وبتعميق الموارد. احنا النهاردة دخلنا على الدمغة الإلكترونية، خلاص دخلت تقريبا في اغلب المحافظات الوجه البحري، وقريبا هننتهي من كل الجمهورية بالتدريج خلال شهر او شهرين على اكثر تقدير. ده هيضاعف حجم دمغة المحاماة ومواردها اضعاف وضعف. بحضور النقيب العام، النقابة تنظم احتفالية يوم الوفاء للاحتفال بما يزيد عن 467 طفلا من ابناء المحامين المتوفين. بحضور ورعاية النقيب العام ومحافظ البحر الأحمر، انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لشباب محامي الصعيد بالغردقة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
استضافت مدينة الغردقة على مدار اليومين الماضيين المؤتمر الأول لشباب محامي الصعيد بحضور ورعاية سامح عاشور النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ومحمد جمعة نقيب الفرعية وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات. شهد اليوم الأول كلمة للنقيب العام والذي أشار فيها إلى الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها نقابة المحامين في هذه الآونة، بالإضافة إلى سعي النقابة إلى استثمار أملاكها لغرض تحقيق أقصى استفادة وزيادة مواردها. قلت لكم في 2011 كان رصيد نقابة المحامين صفر في الفائض وكنا مقبلين على الإفلاس. النهاردة رصيد نقابة المحامين 618 أو 680 مليون جنيه احتياطي نقابة المحامين النقدي. ومن جانبه رحب اللواء أحمد عبد الله بمجلس نقابة المحامين وعلى رأسهم النقيب العام سامح عاشور وشباب محامي الصعيد في مدينة الغردقة، معربا عن أمله في أن يستمتع الحضور بجمال الغردقة ومنتجعاتها، مضيفا أن المحامين هم فرسان الكلمة والمدافعون عن الوطن. يعني ترحيبي التام لان اللي بيني وبين سابت النقيب كتير قوي، نحن تصادقنا وتزامنا وتحاببنا، فاهلا بيكم في بيتكم يا فندم، تمنياتي ليكم بالتوفيق ان شاء الله. وفي الجلسه الختاميه عبر عاشور عن تفاؤله بالوجوه الواعده من شباب المحامين التي يراها في كل مكان في مصر والتي تبشر بمستقبل افضل للمهنه. أنا شايف مستقبل واحد بإذن الله لشباب المحامين، وبشوف وجوه في كل مكان في مصر، مش بس في الصعيد، في كل مكان في مصر يبشر بإنه المحاماة القادمة هتكون أفضل، وهيكونوا أحسن مننا، وهيكونوا أجود مننا، وهيكونوا أسعد حظا مننا بإذن الله. وعقد المؤتمر بالمسرح الروماني بطريق النصر في الغردقة بحضور ما يزيد على 1200 محام من شباب الصعيد. وهذه طائفة من أخبار النقابات الفرعية. جنوب القليوبية تحصل على قطعة أرض لبناء ناد لأعضائها. جنوب القاهرة تحذر المحامين من جرائم تزوير التوكيلات. خط أتوبيس من حلوان إلى محكمة القاهرة الجديدة وآخر من الصف إلى محكمة الأسرة في 6 أكتوبر. نقابة شمال الجيزة تعلن عن افتتاح أول منفذ لبيع الدمغة الإلكترونية لمحامي الجيزة وجنوب القاهرة. نقابة غرب طنطا تعلن عن تنظيم رحلة عمرة شعبان لعام 2019 للمحامين وأسرهم. نقابة سوهاج تبرم بروتوكول تعاون بينها وبين المجلس القومي للمرأة بالمحافظة للدفاع عن قضايا المرأة. نقابة جنوب الجيزة تعلن عن توفير أجهزة ومنافذ لبيع الدمغة الإلكترونية بمحاكم البدرشين والعياط والصف 6 أكتوبر. انتهاء 90% من أعمال إنشاء مبنى نقابة محامي المنيا بإشراف الهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربي.